الآن أعزائي الطلبة، رح نبلش مع بعض بالهدف الثاني من درسنا الحدود والمقادير الجبرية، اللي هو إيجاد القيم العددية. ورح نبدأ مع بعض بالمثال اللي أمامنا. نقرأ المثال: جد القيمة العددية للمقدار الجبري. إذا مجرد ما أنا أشوف جد القيمة العددية، معنى السؤال إنه بدهم الجواب في عدد، في قيمة عددية، يعني الجواب عدد مختلف عن أكتب المقدار الجبري. طيب المقدار الجبري اللي طلب مني هو 5000 زائد باء. إذا علمت، رح نحط خط تحت، إذا علمت أن ألف سالب 3 تساوي وباء تساوي 2. من هذا المثال أعزائي الطلبة، مجرد قراءتي للمثال معناه إنه أنا لازم هذا المقدار الجبري أوجد له قيمة عددية. وكلمة إذا علمت تعني تعويض، أي أن السؤال راح ينحل بطريقة التعويض. راح أبلش بداية أكتب 5000 زائد 2 باء، هذا المقدار الجبري هيو أمامي. إذا علمت أن ألف سالب 3، القيمة اللي أعطاني إياها السؤال بجانب ألف هي سالب 3، يعني ها مفروض يكون سالب 3، وباء أعطاني إياها معطى من السؤال 2، فرح يبين معي الآن الحل: 5 ضرب سالب 3 زائد 2 ضرب 2. طيب هلأ أنا في هاي الخطوة الأولى اللي هي تعويض، إني أنا قمت بتعويض قيمة ألف المعطى عندي بالسؤال بالعدد سالب 3 وقيمة باء بالعدد 2. هلأ الخطوة اللي بعد هيك لازم إحنا مراعاة أولويات العمليات الحسابية. طيب هلأ أنا رح أحط خط على الأولوية الأولى. أول إشي 5 ضرب سالب 3 رح نعملها أول، بعدين نرجع للزائد. 5 ضرب سالب 3 الجواب سالب 15، لأنه عددين مختلفين الإشارة بيناتهم ضرب الإشارة سالبة. زائد رح تنزل زي ما هي، 2 ضرب 2 4. ما تبقى إذا هون الضرب أولا وهون ما تبقى عنا. هلأ سالب 15 زائد 4 إشارتين مختلفات، بطرح وباخذ إشارة العدد الأكبر، فبالتالي الجواب يساوي سالب 11. هاي لاحظوا أعزائي الطلبة إنه طلع معي الجواب سالب 11. السؤال قال لي أوجد القيمة العددية، أوجد القيمة العددية، وفعليا أنا طلع معي الجواب بالنهاية عدد. وأيضا إذا علمت هي مؤشر إنه أنا لازم أقوم بعملية التعويض. طيب هلا بنشوف مع بعض تدريب 3 الموجود عندنا صفحة 9 كالآتي: إذا كانت س تساوي 3، ص سالب 1، وعين تساوي 5، هي أعطاني قيم المتغيرات في هذا السؤال، فالمطلوب أوجد القيمة العددية، هي تحتها خط. إذا فجد القيمة لكل مما يأتي، معنى السؤال إنه أنا اللي أعطاني سين وصاد وعين بدي أعوض مكانهم في الأرقام عشان أوجد القيمة العددية. نروح لأول مقدار جبري، المقدار الجبري 3 سين زائد 2 صاد ناقص عين. الخطوة الأولى تعويض 3، هلا مكان السين واضحة إنها 3، ومكان صاد عندي سالب 1، ومكان عين 5. هلا أنا بدي أبلش في العملية، 3 ضرب مكان سين بدي أنزل 3 زائد 2 ضرب سالب 1 ناقص 5. سين وصاد وعين أنا جبتهم من معطيات السؤال. هلا بدي أكمل الحل. الأولوية هنا عنا للضرب، 3 ضرب 3 9، بعدين زائد 2 ضرب سالب 1 سالب 2 وناقص 5 نسبة. هلأ الآن صار عندي كليتهم عمليات جمع وطرح، بدي أوجد الناقص، فعندي إما 9 زائد سالب 2 رح يطلع معي عبارة عن 7 ناقص 5، والجواب النهائي يساوي 2. فالجواب فهون قال لي السؤال أوجد القيمة العددية، وفعليا الجواب طلع معي عدد. نروح للمقدار الجبري الثاني اللي هو نص س ناقص ص عين. تعويض الخطوة الأولى، نص بنزل ضرب س، بروح على السؤال الأصلي معطى معنا 3
ناقص صاد عندي إياها سالب واحد ضرب عين خمسة. برضو الخطوة هون أولويات العمليات الحسابية حطيت خط ثلاثة على اثنين بعدين ناقص سالب واحد ضرب خمسة سالب خمسة. الآن عندي اجتمع عندي إشارة طرح وسالب هاي تحول مع بعض إلى جمع، فصار عندي ثلاثة على اثنين زائد خمسة، ثلاثة على اثنين زائد خمسة. هلأ الآن لازم أوحد مقامات الخمسة، أكيد مقامها واحد، بضرب باثنين بضرب باثنين لأوحد المقامات، بنزل عندي ثلاثة على اثنين زائد خمسة ضرب اثنين عشرة على اثنين، مع إنه المقامات متوحدة بأخذ نفس المقام، ثلاثة زائد عشرة ويساوي 13 على اثنين، 13 على اثنين تساوي 6.5، لأنه 12 على اثنين تساوي 6 والواحد على اثنين هو نص، 6.5. هلا رح ننتقل لسؤال آخر اللي هو مثال أربعة موجود عندنا في الكتاب صفحة خمسة. رح أقرأ أول إشي المثال ونشوف مع بعض. قطعة أرض مستطيلة الشكل، رح ننتبه إنه الشكل عندنا مستطيل زي ما أنتوا شايفين، إذا قطعة أرض مستطيلة الشكل. معلوماتنا عن المستطيل إنه الطول غير عن العرض. يراد إحاطتها بسياج، الآن أعطاني مفتاح للحل، يراد إحاطتها بسياج، رح نحط عليها خط ونشوف شو يعني. تكلفة المتر الواحد منه 4 دنانير، المطلوب اكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن التكلفة. طيب رح نبلش بداية شغلة شغلة. هلأ أول إشي بده أكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن التكلفة. كلمة المقدار الجبري عرفنا اليوم بدرسنا يعني مقدار جبري، يعني أنا رح يكون قدامي حدود جبرية تحتوي على سين وصاد ومعاملات، وهذا المقدار الجبري يعبر عن التكلفة، يعني لازم أستخدم أنا عندي قانون التكلفة. لا، قانون التكلفة أنا عندي كالآتي: قانون التكلفة، التكلفة تساوي إما المحيط ضرب سعر المتر الواحد أو التكلفة تساوي المساحة ضرب سعر المتر المربع. طيب إذا أنا عندي قانونين للتكلفة، قانون الأول والقانون الثاني. إذا التكلفة إما محيط في سعر متر واحد، لأنه وحدة المحيط متر أو سنتيمتر، والمساحة سعر متر مربع. طيب هلأ أنا عندي هدول القانونين، عشان أعرف من مفاتيح حل هذا السؤال لازم أشوف السؤال هو محيط ولا مساحة. بقرأ السؤال مرة ثانية: قطعة أرض مستطيلة الشكل يراد إحاطتها بسياج. هلأ كلمة إحاطتها بسياج تعني المحيط، المحيط، إذا كلمة المحيط، إذا من الإحاطة تعني المحيط، إذا إحاطة والسياج أيضا دليل إنه السؤال محيط. في عندي دليل آخر أن تكلفة المتر الواحد منه 4 دنانير، أيضا حكالي تكلفة المتر الواحد، ما حكالي تكلفة المتر المربع، لأنه تكلفة المتر المربع كان السؤال مساحة. طيب إذا أكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن تكلفة، في هاي الحالة الدلائل كلها محيط، رح أخذ قانون المحيط وأكتبه. إذا التكلفة تساوي المحيط ضرب سعر المتر الواحد. طيب هلأ أنا بدي أعرف قانون المحيط. الشكل اللي عندي والأمامي واللي ذكره بالسؤال مستطيل، قانون المحيط للمستطيل هو 2 ضرب الطول زائد 2 ضرب العرض، هذا قانون المحيط للمستطيل. بعدين الضرب اللي موجودة أمامي هي رح أعملها باللون الأحمر اللي بقانون التكلفة، هي نزلت هون، ومضروب بسعر المتر الواحد. طيب
أنا هون فقط كتبت القوانين. الآن بدي أعوض 2 ضرب الطول، ولنفترض إنه الطول سين والعرض صاد، فبصير عندي 2 ضرب سين زائد 2 العرض استبدله بصاد، هي الأقواس موجودة، ضرب كله سعر المتر الواحد، هي تكلفة المتر الواحد من نص السؤال 4 دنانير. إذا صار عندي 2 سين زائد 2 صاد ضرب الكل مضروب بأربعة. هلا بما إني أنا شفت ضرب 4 على القوس، هون في عندي خاصية إني أنا لازم أوزع الضرب على الجمع على الأقواس، فبصير عندي الجواب 4 ضرب 2 8 وسين رح تنزل معنا زي ما هي، بعدين زائد 4 ضرب 2 أيضا 8 وصاد رح تنزل، فطلع عنا في النهاية هذا هو المقدار الجبري الذي يعبر عن التكلفة، بس بدي أضيف له كلمة دينارا لأنه سألني عن التكلفة. تمام، إذا واضح من هذا السؤال قانون التكلفة، محيط المستطيل، وأيضا كيف لازم أضرب بسعر المتر الواحد. هلأ بدنا ننتقل لتدريب 4. تدريب 4 متعلق في المثال اللي حليناه من قبل. تدريب 4 في المثال 4، هي المثال 4، إذا كان طول الحديقة، أعطاني الطول فرضا اللي فرضناه سين 90 متر وعرضها 50، هي العرض عندي 50، إذا هلأ ما أعطاني سين وصاد، أعطاني الأرقام بالضبط، فجد التكلفة أيضا، بده جد التكلفة السياج بالدينار، إذا أنا لازم أوجد له تكلفة السياج بالدينار. بالأول بما إنه أرجع لمثال 4، أنا صار عندي جاهز المقدار الجبري، المقدار الجبري تاع التكلفة هو 8 سين زائد 8 صاد، هذا المقدار تاع التكلفة، وحكالي الطول إنه سين دي أفترضه 90 وصاد تساوي 50 متر متر، ما ضل علي غير خطوة التعويض، التعويض بدي أعوض مكان سين. طيب 8 ضرب مكان سين اعطاني اياها 90، هي في السؤال 90 زائد 8 ضرب مكان صاد 50. الان بدي اضرب الصفر بنزل، 8 ضرب 9 72 زائد 0 8 ب 5 40، نزلت صفار، وبعدين هلا ما ضل علي غير عمليه الجمع، 0 مع 0 0 2 و 0 2 بعدين 7 و 4 11 دينارا. إذا هذا السؤال عبارة عن كأنه جد القيمة العددية لأنه أعطاني سين وصاد. السؤال أو المثال اللي قبل كان أكتب المقدار الجبري. يعطيكم العافية طلابي الأعزاء. هلأ الفكرة الثالثة، وصلنا مع بعض لتدريب 5 صفحة 11 من كتاب المدرسة. السؤال بيقول عبر عن المقادير الجبرية بعبارات لفظية. إذا أنا أمامي مقدار جبري وأنا بدي أعبر عنه بعبارة لفظية تغطي معنى. هسا أنا أول إشي رح أطلع على الواحد اللي هو سين زائد صاد. الأمامي هو مقدار جبري من كم حد مكون؟ من حدين، سين حد الأول وصاد هو الحد الثاني. إذا مقدار جبري مكون من حدين، أنا بدي أعبر عن هذا المقدار بعبارة لفظية، هذا المطلوب مني. طيب ما إنه سين وصاد عددين مختلفات وبناتهم جمع، فرح يكون بدي أعبر عنهم عدد مضافا إلى عدد آخر، وضروري أحكي عدد آخر لأنه سين غير عن صاد، ومضافا لأنه شفت عملية الجمع. نشوف المثال بعده، عين ناقص لام، هون عندي عين ولام مختلفان، فرح أكتب عدد مطروحا من عدد آخر. إذا مطروحا لأنه عندي طرح، ومضافا لأنه عندي جمع، وهيك غطينا الفكرة. الآن طلابي الأعزاء رح نبلش مع بعض بتمارين ومسائل. تمارين ومسائل، طيب تمارين ومسائل صفحة 12 من الكتاب المدرسي. هلأ السؤال الأول رح يكون معكم واجب، السؤال الأول مطلوب منكم أعزائي الطلبة يكون معكم واجب، نهاية الفيديو رح أعطيكم الجواب النهائي. هلأ السؤال الثاني بقول إذا كانت ألف تساوي نص وباء تساوي 4
وجيم تساوي سالب 2. أوجد القيمة العددية لكل من. هسا معنا السؤال إني أنا بدي أوجد قيمة عددية للمقدار الجبري الأمامي، وأيضا أعطاني لألف وباء وجيم أعداد وقيم. وإذا كانت حكينا، إذا شفنا إذا كانت معنا السؤال تعويض. هلا رح أبلش. طيب 2 ألف 2 بدل ألف، بروح على السؤال الأصلي معطى عندي نص، بعدين ببعد، زائد 3 باء، باء أعطاني إياها 4، بعدين عندي ناقص أصلية بالسؤال وجيم قيمتها سالب 2. طيب هلا أنا بدي أحل هاي الأولوية هون عندي للضرب من اليمين. رح نبلش 2 ضرب نص، هاي مع هاي بتروح، رح يطلع الجواب عندي 1، زائد 3 ضرب 4 عندي 12، سالب وسالب إذا اجتمعوا جمع زائد 2، فرح يصير عندي جواب 1 زائد 12 زائد 2 14، والجواب النهائي عندي 15. السؤال قيمة عددية والجواب طلع معي عدد. طيب هلأ عندي فرع باء هو ألف باء ناقص 3 جيم، رح نبلش نكتبها. ألف باء تعني إنه ألف ضرب باء، فألف رح أخذ قيمتها من السؤال نص ضرب باء 4 ناقص 3 ضرب جيم سالب 2، كلها من معطيات السؤال. أولوية هون عندي للضرب، رح أبلش هاي في اختصار على 1 بضل 2، إذا 4 ضرب نص 2 ناقص 3 ضرب سالب 2، عندي حالة ضرب إشارات مختلفة أكيد، سالب 3 ضرب 2 6، هضل عندي 2 ناقص سالب 6، أيضا حكينا إذا اجتمع سالب مع سالب الجواب موجب، وصير عندي 2 زائد 6 جواب النهائي 8. وآخر وحدة عندي إياها باء على ألف ضرب جيم على 4. أول إشي الخطوة الأولى تعويض، بدي أعوض مكان كل قيمة من المعطى. باء أعطيت بالسؤال 4، ألف 1 على 2، وننتبه هون ضرب جيم سالب 2 على 4. هلأ ننتبه إنه أنا عندي باء عندي 4 تقسيم نص. طيب في هاي الحالة في طريقتين للحل، إما الطريقة الأولى إنه أنا بقول إنه 4 مدام هي تقسيم نص لازم أضرب وأقلب، بتصير عندي ضرب 1 على 2. شو عملت؟ حولت القسمة لضرب والنص قلبتها صارت 2، وهون ضرب سالب 2 على 4. طريقة تانية لنفس المعنى 4 على 1 نص، ممكن أنا أعتبر الأول بسط الثاني مقام بعدين هذا بسط، أيضا رح نلاحظ أنه البسط والبسط هو 4 و 2، 4 ضرب 2 8 ضرب هون عندي 1، باختصر بتصير نص ضرب سالب 1 على 2. هلأ عندي بحالة الضرب مسموح لي إيش الاختصار، عندي 8 و 2 تقسيم 2 1 تقسيم 2 4، ضايل عندي 4 ضرب سالب 1 إشارات مختلفة أكيد سالب، 4 ضرب 1 معه الجواب النهائي سالب 4، الجواب النهائي زي ما أنتم شايفين سالب 4. هلأ عنا السؤال الثالث، السؤال الثالث موجود بالكتاب. في أحد المعارض يوجد نوعان من السيارات، إذا لاحظوا أنه حكى لي نوعان، إذا كان ثمن السيارة من النوع الأول لا، إذا هو من نص السؤال، إذا نحفظ مع بعض، من النوع الأول حكينا لا دينار، وثمن السيارة من النوع الثاني واو، إذا النوع الثاني واو والأول لا. المطلوب المقدار الجبري الذي يعبر عن ثمن سيارتين من النوع الأول، إذا بده تنتين من النوع الأول، من عيد النوع الأول إحنا حكينا لام، وهو تنتين سيارتين يعني اثنين من النوع الأول لام، والواو تعني الجمع ثلاث سيارات من النوع الثاني، النوع الثاني اللي هو واو، وحدد لي عدد ثلاث، فأصبح المقدار الجبري كالآتي: المقدار الجبري
الذي يعبر عن ثمن ما اشترى، سيارتين نوع أول 2 ضرب لام، وهي الجمع 3 سيارات من النوع الثاني 3 واو، هون 2 لام زائد 3 واو، هون لغينا فقط الضرب. طيب نشوف مع بعض السؤال الرابع. معتمدا الشكل الآتي، الشكل زي ما انتم شايفين الذي يمثل مثلثا حاد الزوايا، هي عندي انا مثلث وزوايا حادة كما ذكر بنص السؤال. اكتب كلا من 1 المقدار الجبري الذي يعبر الذي يمثل مجموع زوايا المثلث. انا بدي اجمع زوايا المثلث، هي عندي زاوية زاويتين 3 ما علي اني اجمعهم. فالزاوية الاولى سين زائد الثانية صاد زائد الثالثة 30، وهي حصلنا على مقدار جبري. طيب اللي بعده المقدار الجبري الذي يمثل قياس الزاوية سين. أنا مطلوب مني مقدار بيمثل لي زوايا قياس الزاوية سين. بس زي ما أنتوا عارفين إنه أي مثلث مجموع زوايا 180 درجة. فأنا أنا أول إشي إذا بدي أوجد سين بدي أقول له قياس الزاوية سين تساوي 180، لأنه مجموعهم كلهم 180، وأنا بعديها بدي أطرح منهم الزاويتين اللي ضلوا، لأنه سألني عن سين بدي أطرح اللي ضلوا 30 زائد صاد تشكل عندي. هلأ أنا بإمكاني أدخل السالب على القوس وأضبطها أكثر شوي، إذا أنا عندي سين تساوي كانت عندي 180، بدي أدخل السالب على القوس ناقص 30 وسالب مع سالب أيضا يحصل عندي ناقص صاد. ف سين تساوي 80 ناقص 30 150 ناقص صاد، هيك أنا حصلت على المقدار الجبري الذي يمثل قياس الزاوية سين. السؤال الخامس، السؤال الخامس من أسئلة الدرس، نقرأه مع بعض. اشترى سعيد 4 أقلام، إذا 4 أقلام و 6 علب ألوان. أكيد أنتم ملاحظين أنه الأقلام غير علب الألوان. إذا علمت أن ثمن القلم الواحد يختلف عن ثمن علبة الألوان، هاي كمان معطى آخر أنه يحكي لك أنه القلم غير علبة الألوان، اكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن قيمة ما دفعه سعيد للبائع. هلأ شو الأشياء اللي شراها سعيد؟ 4 أقلام، نفترض أنه الأقلام سين و يعني جمع 6 علب ألوان صاد، فيصبح عندي المقدار الجبري هو 4 أقلام بدل 4 أقلام و 6 علب ألوان. ضايل عندي ما علي إلا أني أستبدل 4 ضرب الأقلام سين الواو جمع 6 ضرب صاد، وهيك أنا حصلت على مقدار جبري الذي دفعه سعيد للبائع. هلأ عندنا السؤال السادس اللي هو رح يكون معنا آخر سؤال في أسئلة الدرس. السؤال السادس، حول المقادير الجبرية إلى عبارات لفظية. أمامنا المقدار الأول 3 سين زائد صاد، بدي أحوله إلى عبارة. هلأ 3 سين، أول شيء أنا شايف إنه سين غير عن صاد، فاللي رح أقوله هو 3 أمثال عدد، 3 أمثال عدد مضافا لأني شفت الجمع إلى عدد لازم أحكي آخر، إلى عدد آخر لأنه سين غير صاد، وثلاثة لأنه 3. طيب نروح لام تربيع ناقص عين، بدي أحكي مربع عدد لأنه لام تربيع مطروحا منه عدد آخر اللي هو عين. لهون كان خلصنا أسئلة الدرس. كل إشي رح أعرض لكم آخر إشي جواب اللي رح يكون معنا جواب الواجب لتدريب السؤال الأول تمارين ومسائل، هذا هو رح يكون عندنا الإجابات النهائية. ويعطيكم ألف عافية.